إعادة تشكيلها، وذلك لأسباب كثيرة، ومنها أولا التمديد للدورة الحالية لمجلس المحافظة، وثانيا حقيقة الإعلان عن تحرير كامل حدود نينوى الإدارية خالية من دنس داعش الإرهابي. والنقطة الأساسية أيضا كانت لتفعيل دور هذه اللجان بشكل خاص، والدخول في مرحلة جديدة من عمل مجلس المحافظة ومهام مجلس المحافظة بشكل عام. وبالتأكيد تم تعديل المادة القانونية الخاصة بتشكيل اللجان بشكل جديد، وتم إضافة نقطة أخرى وهي تعيين مستشارين لرئيس اللجنة ونائبه، كل على حدة، يكون هو يعني يختارهم من ضمن الدوائر التي تحتوي أو تتضمن مهام هذه اللجان. فلجان مجلس المحافظة 15 لجنة، نحن نعتبر اللجان هي روح المجلس أو عصب حياة المجلس. فلذلك أنا أدعو وأؤكد على كل الإخوان الأعضاء في مجلس المحافظة، سواء الذين الآن هم في مسؤولية تاريخية من خلال ترأسهم لهذا اللجان، أو حتى كأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء هذه اللجان، أن يبدأوا من الأسبوع القادم وبكل حرص وأمانة وهمة عملهم المهني والرقابي. طبعا تم التصويت على استحداث قسم تربية بعشيقة، وناحية بعشيقة هي عراق مصغر أو نينوى مصغر. تم التصويت على هذه الفقرة وعلى أن تنقل يعني إليها بالتأكيد كل الصلاحيات المطلوبة. تم التصويت على قرار جدا مهم وملزم للمحافظة بشكل واضح وصريح، وهو شطر مديرية تربية نينوى إلى الأيمن والأيسر، وأن تنقل إليها الصلاحيات الإدارية والمالية بشكل واضح جدا، وعلى السيد المحافظ وإدارة المحافظة أن تنفذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن. وكل أهل نينوى يعرفون، وخاصة الطلبة، بما آلت إليه الأمور في الفترة الأخيرة من وجود مشاكل إدارية رافقت هذه العملية، بالإضافة إلى أن هذه المحافظة تعتبر ثاني محافظة بعد العاصمة بغداد. فحقيقة من الأسباب الموجبة هي يعني وجود أعداد كبيرة من المدارس، ووجود أعداد كبيرة من الموظفين والمنتسبين. وحقيقة الجانب الأهم وهو أنه تم نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وخاصة نحن نؤكد في هذه الفقرة بالذات بعد الإعلان عن تحرير كامل نينوى، الآن يجب الإعلان عن تحرير المحافظة من القيود التي هي موجودة عليها من قبل الوزارات، وهذا جدا مهم. مثل ما طالبنا في وقت آخر بتحرير الرواتب، الآن أيضا نطلب بتحرير المحافظة وإدارة المحافظة ومجلس المحافظة حكومة نينوى المحلية من القيود التي وضعت عليها من قبل الحكومة الاتحادية، حتى نتمكن من خدمة أهالينا بشكل أفضل. طبعا يوم إعلان تحرير محافظة نينوى، اليوم تم التصويت عليه باعتباره اليوم الوطني لنينوى. أنا أتصور ليس هنالك أهم من هذا اليوم، عندما أعلن السيد رئيس الوزراء إعلان كامل تراب نينوى محررة من دنس داعش. فأنا إحنا في رئاسة المجلس طلبنا وتم الموافقة والتصويت على اعتبار هذا اليوم يوما وطنيا لنينوى، لأن كل العراقيين شاركوا في تحرير نينوى، وتمنى يتم تخليد واستذكار هذه الذكرى وكل الشهداء وكل الضحايا، ويكون مناسبة وطنية جامعة شاملة لكل العراقيين وخاصة أهالي محافظة نينوى. أيضا تقديرا واحتراما وإجلالا وإكبارا لكل الشهداء، وبالتحديد تم التصويت على تسمية إحدى الشوارع في مدينة الموصل باسم الشهيد عزيز السورجي، الشرطي منتسب شرطة محافظة نينوى، الذي ضحى بنفسه واحتضن أحد الإرهابيين وانتقل إلى جوار ربه شهيدا مرفوع الرأس. فحقيقة قررنا، وهذا القرار ملزم بالمحافظة، بتسمية إحدى الشوارع باسمه وتكريمه وتكريم عائلته. أيضا نحن إذ نحتفل بتحرير كامل أراضي نينوى، أيضا
احتفلنا بتحرير مدينة النعفر الصامدة من دنس داعش الإرهابي، ولكن مع الأسف الشديد طبعا تضررت هذه المدينة بشكل كبير جدا، فتم التصويت على اعتبار مدينة النعفر مدينة منكوبة، وعلى المحافظة وكل مفاصل المحافظة الإدارية والخدمية التحرك بشكل سريع جدا لتأهيل مرافق المدينة والإسراع بعودة النازحين إليها.